قبل ما أسجل بنتي في التطبيق ما كان عندي أفكار كثير لنشاطات أسويها معها. مرات نقعد نرسم أو نكتب، ما كنت أقضي معها وقت طويل. تنوع النشاطات المدعومة بالصور وبساطتها المتوفرة في التطبيق ساعدتني أني أعرف المهارات الموجودة عند بنتي وأساعدها بتنمية المهارات اللي عندها فيها ضعف، وصرت أقضي معها وقت أطول بطريقة تفاعلية ومسلية. الشخصيات الموجودة بتطبيق أسرتي قريبة من أطفالنا وبتكبر كل ما كبر الطفل، ولأني بشتغل هذا التطبيق ساعدني على أنه أقضي وقت نوعي مع طفلي وأحقق أنشطة هادفة معه بوقت أقصر، وأيضاً زادت معلوماتي بالمتطلبات النمائية المتوقعة لعمر طفلي، وهلأ صرنا بنعمل أنشطة أكثر ومنتسلى مع بعض. صباح الخير يا حلوين. صباح النور. مو سامعة أعلى. الأنشطة المتنوعة اللي بتركز على الجوانب النمائية عند الأطفال وبرامج التقييم المتوفرة في التطبيق لمختلف الأعمار أعطتنا مؤشرات علمية عن المعايير النمائية لنتمكن من قياس مراحل النمو المختلفة لكل طفل، وبالتالي التركيز على الأنشطة اللي بحاجتها هؤلاء الأطفال اللي بتتناسب مع قدراتهم وتحقيق أهداف الأنشطة معهم. تطبيق أسرتي هو فرصة لكل حضانة لتسير على منهج علمي عملي تطبيقي بسيط لترتقي بأطفالها نمائياً. فمن خلال استخدام التطبيق قدرت أقيم الأطفال وأركز على الجوانب النمائية والنشاطات اللي بحتاجها كل طفل عندي بالصف، وقدرت أنفذ النشاطات بالمواد المتوفرة بالحضانة وبشكل بسيط. المعلومات والإرشادات الواردة في التطبيق مبنية على بحوث تربوية وتوصيات من مختلف الجهات التي تعمل مع الأطفال، وفق أحدث نظريات التطور والنمو والتعلم في مجال الطفولة المبكرة، وبتوفر مجموعة من الأنشطة الداعمة لعملية التعلم والتي ستساعد مقدمي الرعاية والأسر في فهم المهارات والمعارف التي يجب أن يحققها الطفل في كل سنة عمره.